حياكم الله مشاهدينا الكرام. قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الاتحاد لن يطبع علاقاته مع الأسد ما لم يكن هناك تطبيق كامل لقرارات الأمم المتحدة وعلى رأسها القرار 2254، مؤجلا اجتماعا وزاريا بين الاتحاد والجامعة العربية بسبب وجود سلطة الأسد. ضيوفي لهذه الحلقة الأنسة نبراس إبراهيم باحثة وصحفية من إسطنبول، والأستاذ ياسر النجار الباحث والسياسي والأكاديمي من إسطنبول أيضا. أرحب بكم. أسأل ضيوفي عن دلالات الموقف الأوروبي من الجامعة العربية وما مدى أثر تلك الرسائل على عملية التطبيع العربية مع الأسد، وهل تمتلك الدول الأوروبية رؤية واضحة للحل في سوريا؟ نتابع هذا التقرير ثم نبدأ الحوار. مرة تلو الأخرى يجدد الاتحاد الأوروبي موقفه من التطبيع مع سلطة الأسد وتمسكه بما بات يعرف بلاءاته الثلاث، وهي لا للتطبيع ولا لإعادة الإعمار ولا لرفع العقوبات عن الأسد. فبعد أيام من تصريحات الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية جوزيب بوريل التي أدلى بها خلال انعقاد مؤتمر المانحين في بروكسل، والتي أعلن فيها عن رفض الاتحاد الأوروبي التطبيع مع سلطة الأسد وأن دول الاتحاد غير معنية بالمسار العربي لحل الملف السوري. الاتحاد الأوروبي لم يكتفي بالإعلان عن موقفه، بل اتخذ خطوة بتأجيل الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي، خطوة بررها بوريل بسبب إعادة الأسد لجامعة الدول العربية. جاء ذلك خلال زيارة أجرها بوريل للعاصمة المصرية القاهرة. وزارة الخارجية المصرية وعلى لسان وزيرها سامح شكري أعلنت أسفها عن هذا القرار. فيما يتعلق بجزئية الاجتماع اللي كان مقرر أن يعقد فيما بين جماعة أعضاء دول جامعة الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي والقرار الذي اتخذ، في الحقيقة هو تطور مؤسف، لأن كنت أعتبر أنه هذه العلاقة التي تجمع 27 دولة أوروبية ب 21 دولة عربية هي علاقة عميقة وعلاقة متشعبة وعلاقة يستفيد منها الطرفين. رمزية خطوة الاتحاد الأوروبي تنبع من كونها جاءت بعد جهود دبلوماسية حثيثة كشفت عنها وسائل إعلام غربية لكل من السعودية والإمارات، وكانت لإقناع دول أوروبية بتغيير مقاربتها فيما يتعلق بالتطبيع مع الأسد ورفع العقوبات عنه. تبدلات وتغيرات كثيرة طرأت على مواقف الدول المختلفة من الملف السوري منذ انطلاق الثورة. أبرز تلك التغيرات هي التطبيع والتقارب، إلا أن رفض الدول الأوروبية وأمريكا حتى الآن لهذا التطبيع قد يكون مجالا حيويا تستفيد منه مؤسسات المعارضة السورية السياسية إن أرادت وأجادت. أرحب بضيوفي الأستاذ ياسر النجار الباحث والسياسي والأكاديمي من إسطنبول، وأيضا الأنسة نبراس إبراهيم الباحثة والصحفية من إسطنبول. وأبدأ من عندك سيد ياسر، يعني كيف تقرأ الموقف الأوروبي الذي أجل اجتماعا كان يعني محضرا له في بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية؟ ولمشاهديكم ولضيفتكم أيضا، يعني أنا أعتقد فعلا أنها تعتبر نكسة بالنسبة للحالة السياسية للجامعة العربية. الجامعة العربية على المنحى السياسي هي يعني مجرد تحاول أن تثبت وجودها من خلال لقاءات على مستوى هام، كشأنها من لقاء الوزاري مع الاتحاد الأوروبي، سيما إذا علمنا أن مثل هذا الاجتماع تم إرجاؤه منذ عام 2018. يعني الجامعة العربية خسرت كثيرا بسبب عدم وجود مثل هذا اللقاء، علما بأننا نعلم أن هذا اللقاء سيكون يعني مخرجاته سياسية أكثر منه مخرجات مصلحية، ولا أظن أن هناك اعتبارات اقتصادية على مستوى الاجتماع، كون أن العلاقة التي تربط الاتحاد الأوروبي مع الدول العربية تكون على مستوى ثنائيات وفرادة وليس على مستوى الجامعة العربية، كون لا يوجد للجامعة العربية هيكلية اقتصادية وحالة اقتصادية موحدة. ولكن لنقولها بصراحة، لماذا تعمد الجامعة العربية إلى تسويق حالة النظام وتفرضه على خريطة التسويق؟ يعني إعادة
خلق النظام أو إحياء هذا النظام الذي لديه قطيعة مباشرة ليس فقط على نعم يعني سنتحدث سيد ياسر، لكن يعني أنت أشرت إلى أن هذا اللقاء أرجئ لعدة أعوام، لكن في المرة الأخيرة كان السبب هو بشار الأسد وعودته للجامعة العربية وفق التصريحات. صحيح هذا الكلام، لذلك أنا أرى حقيقة أن الجامعة العربية وكأنها أرادت أن تسوق أو تعيد إحياء النظام من خلال مثل هذه اللقاءات. اللقاءات هذه يستفيد منها النظام كأنه سيكون على مستوى وزارة الخارجية مثلا، وبالتالي سيسوق نفسه فيصل المقداد بأنه قضى على ما يعرف بالقطيعة والعقوبات المشكلة لديه. هذا من جانب النظام ومن جانب الجامعة العربية. أما بالنسبة لجانب الاتحاد الأوروبي، فأنا أرى أن الاتحاد الأوروبي متصالح مع نفسه على مستوى الخطاب السياسي. هو يقدم دائما قوائم عقوبات بشكل دوري، هو لا يزال يصرح بشكل واضح وجلي بأنه لا يقبل بإعادة النظام وإحياء النظام والتطبيع مع النظام، كونه لا يقدم أي خطوة باتجاه الحل السياسي أو يعني أن يكون منضبطا بالقرارات الدولية. ونعلم أيضا أن الاتحاد الأوروبي يعلم حقيقة أن أي تقارب مع النظام يعني لأنه سيتوجب عليه التزامات لاحقا. نتكلم عن أن الاتحاد الأوروبي هو من أهم الدول المعنية بخصوصية ما يعرف إعادة الإعمار، وأنه يعلق كل هذه المساعدات حتى يكون هناك فعلا تغيير سياسي أو حل سياسي نهائي في سوريا يتوافق مع القرارات الدولية 218 و225. نعم، دعني أشرك الآنسة نبراس، يعني أنت كيف تقرأين هذا الموقف الأوروبي الأخير؟ طبعا لم تغير الدول الأوروبية موقفها من النظام، وهي لا تزال تؤكد في كل مناسبة على التزامها باللقاءات الثلاث، لا للتطبيع لا لرفع العقوبات ولا لإعادة الإعمار. وطبعا يعني كان هذا موقف مهم من الاتحاد الأوروبي يؤكد فيه عمليا على رفض مساعي التطبيع مع النظام السوري. طبعا الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية وأمريكا ترفض هذا الموقف العربي، وكان هناك تصريحات أنه لابد أن يكون هناك من فائدة أو تحقيق مكاسب من عودة النظام. طبعا عاد النظام للجامعة العربية بدون أي مقابل، كان هدية للنظام السوري بعد كل جرائمه التي ارتكبها بحق الشعب السوري. لكن الغرب رافض تماما لهذا، ويريد أن يحاسب الأسد على جرائمه ضد الشعب السوري، جرائم الحرب التي ارتكبها خلال أكثر من 12 عاما. طبعا جميع الدول لديها مصالحها الخاصة في استقرار سوريا، وترى بعض الدول أن جمود الحل السياسي في سوريا والوضع الحالي هو تجميد الصراع والحل الصفري هو سيؤثر أو يكاد يؤثر بشكل أو بآخر على سياساتها في سوريا والمنطقة. لذلك هي تسعى إلى أن يكون هناك تغيير في الملف السوري من خلال جهود عربية. لكن عمليا هذا لم يعني لم يحتاج الموضوع لأكثر من فترة من الوقت حتى ترى هذه الدول أن النظام غير قادر على إحداث أي تغير أو أي تغيير في الواقع الحالي. فربما تكون المساعي هي لضعاف الهيمنة الروسية والإيرانية في سوريا، لكن النظام لن يكون عمليا قادر على يعني إضعاف السيطرة الإيرانية أو الروسية في سوريا، وبذلك لم يكون هناك أو حتى في ملف الكبتاغون والملفات الأخرى التي هي ملفات. نعم يعني أنت سيدة نبراس، هل ترين بأن بالفعل هذه العودة لبشار الأسد للجامعة العربية كانت مشروطة؟ وهل هناك خطوات يقوم بها بشار الأسد والعرب ينتظرون منه شيء؟ البعض قال بأنه لا يوجد شروط وهذه فقط للإعلام. يعني ما دام ان حتى ان كان هناك شروط، ما دام ان النظام اخذ الكرسي وعاد وتم البدء باعاده العلاقات الدبلوماسيه لبعض الدول وتم تم عمليات التطبيع مع النظام، لن يلتزم ولم يلتزم بالقرارات ولا بالمعاهدات حتى يحرز اي تقدم ويعقل قرار مجلس الامن 22 و 54، فلن يلتزم النظام بالمطالب التي تعهد بها. وربما هناك بعض النقاط البسيطه التي نعلم ان النظام تراجع عنها في وعوده للدول التي دعت الى الجامعات. نعم، السيد ياسر، يعني انت كيف ترى
العودة لبشار الأسد من وجهة نظرك، هل كان بالفعل هناك شروط عربية من أجل العودة وأن العرب ينتظرون أن يسير بشار الأسد ضمن خطوات، وكما تم الحديث عن خطوة مقابل خطوة؟ كان هناك تعهدات، فأنا أرى أن خطاب بشار الأسد في اجتماع جدة كان واضحا وصريحا بأنه يعني لن يلتزم بأي تعهدات، وأنه لا يقبل بأي تدخلات في الشأن الداخلي. وهذه هي طبيعة النظام، يعني نظام بشار الأسد لم يقدم لا للأمم المتحدة ولم يقدم للتحالفات التي سبقت ذلك في الأستانة أو في أي مكان آخر، لم يقدم أي تنازل حتى هذه اللحظة منذ 12 عاما. إذا لماذا يقدم الآن للمجموعة العربية، سيما وإذا علمنا أن المجموعة العربية هي لم تنخرط في هذه العملية السياسية بشكل مستقل؟ البعض يعزي الأمر لمصالح يعني خاصة ببعض الدول على وجه التحديد، مثلا المملكة العربية السعودية وتقاربها مع إيران ينعكس على المشهد السوري، الأردن ومخاوفها من الاختراقات الحدودية ينعكس على تقاربه مع المشهد السوري، مصر ورغبتها بأن يكون لديها دور على المنحى العربي يمكن أن ينعكس أيضا، ولكن العراق هي كانت شبه يعني تستعمل لأجندة إيرانية أكثر منها لأجندة عربية أو أجندة عراقية. إذا بالنتيجة أنا أرى حقيقة أن النظام لن يعد ولم يعد، يعني لن يقدم أي تنازلات بهذا المسار. الدول العربية لديها مفترق طرق، هي إما أن يعني أن تجمد الحالة ويكون نعم يعني العودة سنتحدث عن الدول العربية وما يمكن أن تفعله، لكن يعني ما لفت نظري وجعلني أثير هذا التساؤل هو أن شكري عندما كان في المؤتمر الصحفي وقال بأننا ننتظر تطبيق القرار 2254، وأيضا يعني قال بأن هذه العودة ستكون وستعود بالخير للمنطقة. إذا كان بشار الأسد لا يلتزم وقال لهم بأنهم لا يلتزم بأي خطوات أو أي شروط، يعني لنعود للوراء قليلا، يعني اجتماع الذي حصل في الجامعة العربية كان له مقدمات، اجتماع جدة واجتماع أيضا عمان. أنا ما أرى حقيقة، ما أراه حقيقة أن اجتماع جدة لم يكن فيه إجماع، واجتماع عمان لم يكن هناك تصدير يعني لمؤتمر صحفي بحضور المقداد. إذا بالنتيجة واجتماع عمان لم يتم التوافق عليه، واجتماع جدة كانت خطابه واضح أنه هناك في حالة نوع من التجاذب. بالنتيجة بشار الأسد دعي إلى القمة العربية، بشار الأسد ألقى خطابا في الجامعة العربية كان خطابه خطابا استعلائيا، وكان يعني يصدر خطابات بأنه هو المنتصر وأنه لا يريد أن يعود إلى الوراء ولن يسمح بأي تدخل في الشؤون الداخلية. كل هذا يعني لأن أن بشار الأسد ليس منتصرا، وإنما هو يستقوي بقوة إيران في نفوذها داخل مجموعة الرباعية أو داخل ما يعرف بالجامعة العربية. إذن الآن نحن نتكلم عن تواجد أو تعزيز التواجد الإيراني في الجامعة العربية من خلال مقعد سوريا، ولا نتكلم عن سلطة بشار الأسد وهيمنته على المشهد السياسي من خلال الجامعة العربية. نعم، نذهب لفاصل ضيوفي الكرام ومشاهدينا الأعزاء ثم نعود، أرجو أن تبقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. أنسة نبراس، يعني أريد أن أسألك عن مدى تأثير هذا الموقف الأوروبي على الدول العربية من التطبيع مع بشار الأسد. بطبيعة الحال الدول العربية لا يمكنها تجاوز العقوبات الأوروبية والعقوبات الأمريكية إن كان هناك شيء من العلاقات السياسية لا تشملها القوانين التي أصدرت، ربما تحاول أن تراوغ الدول بين هذا الهامش، لكن عمليا عندما تصل الأمور إلى حد تجاوز القوانين لا يمكن الدول لأي دولة تجاوز القوانين الأمريكية والعقوبات الأمريكية والأوروبية. وأظن أن يعني هناك مساعي أوروبية وأمريكية للتأكيد على المواقف الأمريكية والأوروبية من التطبيع مع النظام، وسيكون هناك تطبيق حاسم للقوانين وإصدار قوانين أكثر وضوحاً وتركز على موضوع التطبيع عملياً. فمع الوقت يعني سنرى أن هذا الموضوع لن يصل إلى نتيجة مجدية.
لا للدول التي تسعى إلى ذلك تتمكن من تحقيق ما تسعى إليه، ولا من تحقيق اتفاقات أو نتائج مع النظام، ولا النظام سيستطيع أن يقدم لها ما تطلبه، وستقف هذه الدول أمام الحد الرادع للعقوبات الأمريكية والأوروبية. نعم سيد ياسر، يعني لماذا كانت الدول العربية تصر على تسويق بشار الأسد، ويعني كان هناك تسريبات بأن هناك لمدة أشهر ضغوط من قبل السعودية والإمارات وخاصة على دول الاتحاد الأوروبي من أجل إعادة يعني تعويم بشار الأسد والتخفيف من العقوبات الاقتصادية عليه؟ السؤال المهم، يعني نستغرب يعني لماذا تحرص المملكة العربية السعودية، سيما إذا علمنا بأنها ترى أن الملف السوري هو جزء من صفقة بينها وبين إيران، فلماذا تصر على أن يكون لبشار الأسد يعني مجال لتخفيف العقوبات أو عملية اختراق وكسر الحواجز المفروضة على بشار الأسد؟ أنا أعتقد إما أنها تكون جزء من الاشتراطات والتعهدات التي تمت على طاولتي الجانب الإيراني والسعودي، وسيما إذا علمنا أن يعني هناك محاولات أمريكية أو أوروبية لإثناء أو للضغط باتجاه أن لا يكون كل هذا التسارع والتهافت حول تعويم بشار الأسد، سيما وأنه متورط يعني بجرائم تم يعني تمكينها على مستوى القانون الدولي، وهناك جرائم أخرى في طور التمكين، ونتكلم عن محكمة العدل الدولية حاليا. ولكن أنا أعتقد أيضا أن الدول العربية لدينا مصلحة أخرى، وسيما الخليج على وجه التحديد، سيما إذا راقبنا أن موقف الولايات المتحدة الأمريكية في الآونة الأخيرة كانت حريصة على تقارب مع إيران على حساب مصلحة شركائها في الدول الخليجية. لم تقف هذه الدول الخليجية إلا لتسجل على الموقف الأمريكي أكثر من شاهد بأنها ممتعضة من هذا التقارب وتجاوزها. أتكلم عن الحرب الأوكرانية الروسية وموقف الدول الخليجية، أتكلم على موضوع الأوبك بلاس، وأتكلم أيضا على موضوع يعني أن تكون الصين مظلة للتقارب السعودي الإيراني. إذا كل هذه رسائل تقدم من الجانب الخليجي السعودي على وجه التحديد، وقد يكون الملف السوري هو ورقة ضاغطة أيضا باتجاه الأمريكي. الأمريكي الآن يرغب بأن يكون هناك مماطلة وليس حل سياسي في سوريا، ويرغب أن يستمر الملف السوري على حاله سنوات انعداد. الجانب الأوروبي أيضا منشغل في أزمته في الحرب الأوكرانية، وهو أيضا غير مستعد لأن يبدي أي مساعدات في حال وجود حل سياسي. إذن استمرار المشهد هو مصلحة غربية، وهو شأن غربي منذ فترة طويلة. الآن المملكة العربية السعودية تريد خلط الأوراق، تضغط باتجاه لترى أن المملكة يعني أن أمريكا أمامها استحقاق، إما أن تضغط باتجاه حل سياسي أو تستسلم لعملية تعويم سلطة بشار الأسد. أظن أن أمريكا من خلال الإجراءات البيروقراطية والقانونية لديها والقرارات من قيصر والقرار الجديد الذي قد يبث في لحظات مقبلة، أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تملك خيار بأن تمكن عودة نظام بشار الأسد والتطبيع معه. إذا بالنتيجة أنا أرى أن المملكة العربية السعودية تخلط الأوراق شأن تركيا. نعم. أيضا يعني وتحاولان أن يصلا بأن يكون هناك استحقاق حقيقي لحل نهائي سياسي في سوريا وليس الاستمرار. نعم يعني أنيسة نبراس، برأيك هل تملك الدول العربية أوراق ضغط على الاتحاد الأوروبي أو حتى على الولايات المتحدة من أجل يعني المضي قدما في سياساتها سواء بالملف السوري أو غير ملفات؟ يعني لا يمكننا أن نقول أن للدول العربية، يعني طبعا المساعي هي مساعي السعودية والإمارات بشكل أساسي وطبعا الأردن معهم، لا يمكننا القول أنها تملك نقاط ضغط، إنما هي مساومات على ملفات خارج الملف السوري، يعني هي مقايضات مقابل ملفات أخرى. لكن لا أظن ولا أعتقد أن الاتحاد الأوروبي سيتجاوب مع الضغوطات، أو فلنقل الطلبات ليست ضغوطات بقدر ما هي مساعي من الإمارات السعودية. لم يكن هناك استجابة من الاتحاد الأوروبي لما يسعى إليه هذه الدول لإعادة التطبيع مع النظام. الغرب رافض تماما لمبدأ التطبيع ولتطبيع الدول الأخرى مع النظام ولتخفيف العقوبات.
وليس رفعها، يعني حتى تخفيفها هذا الأمر المرفوض، وهو سعي أوبمان في محاسبة النظام رغم تراجع الاهتمام بالملف السوري مع التطورات الإقليمية والدولية وخصوصا ملف أوكرانيا. فالملف السوري تراجع عمليا في دائرة الاهتمام الأوروبي والأمريكي، وأصبح هناك أولويات حتى ضمن الملف السوري، أولويات بالنسبة للغرب والأمريكا أكثر من الحل السياسي في سوريا. لذلك لن يكون هناك تجاوب من الغرب أولا، وثانيا يعني هذه الجهود ربما هي ما تساعد على إعادة إحياء الملف السوري كأهمية وكأولوية ورفع ترتيبه في أولويات الغرب للوصول إلى حل سياسي ولدعم الحل السياسي ولتحقيق تقدم بالضغط على النظام من حلفائه نحو 22-54. نعم، يعني السيد ياسر، يعني أنت وضيفتي اتفقتما على أن لا يوجد خطة عند الأوروبيين أو حتى الأمريكان حاليا من أجل فرضها على الملف السوري، ولكن هم يريدون فقط إطالة الأزمة. إذن يعني كيف يعني ما هو مصير الملف السوري أمام هذه المماطلة الغربية إذا صح التعبير؟ يعني كما ذكرتم هي يعني هي خطة الإطالة يعني معتمدة لديهم، ظني أن هذه الخطة لديها استثمار لديهم. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية عدم وجود حل سياسي يبقي في الشأن السوري مجال للضغط على روسيا لاستنزاف روسيا أيضا، ويبقي مصلحة للولايات المتحدة الأمريكية بإبقاء قوات التحالف الداخل السوري، وأيضا يبقي للولايات المتحدة الأمريكية الشأن بأن تتحكم في مفصل مهم بالمنطقة، أتكلم على الإقليم على وجه التحليل، باتجاه تركيا أو باتجاه دول الخليج أو باتجاه العراق أيضا. أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي فأنا ما أرى أنه هو تابع للخطة الأمريكية أكثر منه هو على خط منفصل. لا تستطيع دول الاتحاد الأوروبي أن تنفصل عن الشأن السوري، بالعكس كان منذ البداية هذا الشأن بيد الولايات المتحدة الأمريكية، والدول الأوروبية تنتظر من الموقف الأمريكي لتحدد موقفها. بالنتيجة دول الاتحاد الأوروبي الآن هي أضعف مما كانت عليه ما قبل الحرب الروسية الأوكرانية، هي لا تملك من قرارها إلا أن تنضبط بإيقاع القرارات الأمريكية، وخصوصا عندما نعلم أن لديها واجبات في حال وجود حل سياسي في سوريا. أتكلم عن خطط إعادة الإعمار، وأتكلم عن خطط يعني من شأنها أن تفرض ضغوطات اقتصادية من جديد على دول الاتحاد الأوروبية. هي ليست متفرغة الآن لديها، ولا يوجد لديها مثل هذا الخيار. لذلك أنا أرى حقيقة أن الموقف منوط بموقف الولايات المتحدة الأمريكية، وظني أن موقف الولايات المتحدة الأمريكية لن يتغير طالما هناك وجود حرب في أوكرانيا، كون أن روسيا أيضا موجودة في الشاهد السوري، وأي إنجاز على الخريطة السورية سيكون من شأنه أن يستغلق، يعني أن يكون هناك نوع من الاستنزاف سواء السياسي أو العسكري باتجاه روسيا. نعم، يعني برأيك آنسة نبراس بأن بالفعل أمريكا لن تغير موقفها من الملف السوري، أم أننا ربما نشهد تراجع وإعادة تعويم لبشار الأسد من قبل أمريكا؟ لا، فيما يتعلق بإعادة تعويم النظام لن يكون هناك تغيير في الموقف، سيكون هناك إصدار لقوانين جديدة تشدد على عدم التطبيع مع النظام وتؤكد على استمرار الموقف الأمريكي من النظام، وطبعا ضمن الموقف الأوروبي كما تفضل الأستاذ ياسر، فالموقف الأوروبي مرتبط بالموقف الأمريكي عمليا. لكن ما سنراه هو ما قد نراه هو إعادة اهتمام، وأنا لا أتفق في هذه النقطة مع أستاذ ياسر نوعا ما في جزئياتها، هي ليست إعادة إهمال أو عفوا هي ليست رغبة متعمدة في إهمال سوريا إطالة الأزمة، أو يعني قال بأنها هي سياسة إطالة الأزمة. هي ليست سياسة إطالة الأزمة بقدر ما هي سياسة أولويات الخارجية الأمريكية والسياسة الأمريكية الدائرة الأمريكية والخارجيات الأوروبية، لها أولويات في سياساتها في المنطقة، وبناء عليها يتم العمل ويتم تطبيق البرامج، يعني سواء البرامج الإنسانية سواء البرامج السياسية. فهي
نعم، لكن منذ يعني 12 عاما لم تكن هذا لم يكن الملف السوري هو أولوية. يعني دعيني استمع ايضا لوجهة نظر السيد ياسر، هل ترى بان الموضوع هو موضوع أولويات بعجالة لو سمحت؟ تفضل. لا أختلف مع السيدة نبراس حول أن الملف السوري والمنطقة الشرق الأوسط على وجه التحديد هي لم تقع يعني ليست اهتماما أولا بالنسبة للسياسة الأمريكية. هي صرحت عن ذلك جهارا بأن موقفها في بحر الصين هو الأولوية الأولى، الآن ما يحصل في أوكرانيا أو أوروبا هو الأولوية الثانية. إذن حالة حل المشهد في سوريا هي مقترنة بالمصالح الأمريكية والمصالح الغربية في كلا الملفين ذوي يعني الاهتمام الأكبر. طبعا بالنسبة لأوروبا الملف الصيني ليس بنفس درجة الأهمية، أما بالنسبة لأوروبا ملف روسيا وأوكرانيا وذو أولوية أهم على منحى اقتصادي وسياسي، وبالتالي ينعكس أيضا على المشهد في سوريا. أشكرك جزيل الشكر السيد ياسر النجار، الباحث والسياسي والأكاديمي، كان معي من إسطنبول. وأيضا أشكر السيدة نبراس إبراهيم الباحثة والصحفية، أيضا كانت معي من إسطنبول. والشكر الموصول لكم سادتي المشاهدين على طيب المتابعة. هذه تحياتي أنا عبادة حيدري، دمتم بخير، إلى اللقاء.